انه في افلام يعني اجنبيه مخرجين امريكيين الى اخره يعني قدموا صوره غير جيده عن المملكه العربيه السعوديه وقدموا صوره غير جيده عن شعب المملكه. متى حنشوف فيلم سينمائي تمام يعني فعلا يعرض يعني تاريخ هالبلد، الكفاح اللي صار في هذا البلد، يا اخي يعرض رجال الامن ويعطيهم حقهم، الجيش السعودي يعطيه حقه، انت شايف الامريكان عندهم افلام يطلعوا الامريكي ضد الرصاص وضد كل شيء، وين الفيلم السينمائي اللي يطلع الجنود اللي لهم تضحيات ولهم عمل كبير جدا وجبار؟ وين الفيلم اللي يطلعهم بالشكل اللي يليق فيهم واللي يستحقونه فعلا بدون مبالغه حتى؟ هذا المسؤولية هذه علينا احنا كصانعين افلام محليين مش على الصانعين الافلام العالميين. ففعليا لانه الصناعة جديدة خلينا نقول حتى البنية التحتية التنظيمية فيما بين القطاعات باقي لا زالت بكر، يعني قاعدين نستكشفها والان الجهود كلها قاعدة تتحرك تجاه التنظيم بين القطاعات. انا اذا ابغى انتج فيلم وفيه اسلحه وجنود يحتاج الى تنظيمات مع قطاعات اخرى، اكيد اكيد. فاحنا متفائلين صراحه الان راح نشوف الشيء هذا. وتاريخ المملكه العربيه السعوديه مليء بالاحداث اللي تروي قصه الكفاح، المعارك وفتح الرياض، وا 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 وا. يعني حاجه ماده دسمه جدا. شكرا محمد، بيض الله وجهك.